انا نقول لك حقيقه علاش تتعرف بانه نهار الثلاث كانت جلسه دستوريه في البرلمان اللي كتكون مخصصه باش نناقشوا نراقبوا عمل الحكومه، واللي جات مباشره بعد انفجار القضيه هذه المركب مولاي عبد الله. حنا في الفريق الاشتراكي كنا طلبنا برمجه سؤال اني حول ما وقع في المركب بما يمكن نسميه الا بالكارثه والفضيحه، خصوصا انه ولينا اضحوا كاد العالم ثم تبعتوه في القنوات اللي كتنقل المونديالات كيفاش كان رد فعل المذيعين وهذا كاس العالم، كيفاش شحال تيتبعوا هاد الناس الملايين وعشرات الملايين ديال الناس في العالم. وبالتالي كانت من الطبيعي جدا ان نطلب ان الوزير يجي للبرلمان باش يعطينا توضيحات حول الموضوع. وبكل بساطة احنا اليوم هذا البرلمان هو مؤسسة دستورية سياسية ماشي مكتب ديال الدراسات. احنا تنحسبوا الوزير ما تنحسبوش الموظفين او الشركة، وبالتالي احنا ما تنقولوش بانه الوزير ما عندوش مسؤولية او انه متورط، ما تنعطوش احكام قطعية مسبقة، ولكن ما كانش حتى شي مبرر باش في وزين ما يجيش يجاوب على أسئلة البرلمانيين بخصوص الموضوع. على الأقل ينورنا أولا، احنا عارفين بأن التحقيقات كاينة وعارفين بأنه التحقيقات جارية وكاين تتبع عام حتى من أعلى المستويات، ولكن تنعتبروا أن المسؤولية الوزير ثابتة في هذا الموضوع لأنه مشرف مباشر على القطاع، ولأنه بكل بساطة كان كيتبع كل التفاصيل ديال عملية تهيئة الملعب اللي تابع ليه، اللي تابع الوزارة هو المركب مولاي عبد الله. مع الأسف الوزير فضل يمشي يشوف الماتش ديال ريال مدريد ويحترم، يمشي يطبق البروتوكول ديال الضيوف وكذا ديال لافيفا إلى آخره، ولكن كان يمكن له يجي للبرلمان يؤدي الواجب الدستوري ديالو في واحد ربع ساعة أو 20 دقيقة ويجاوب على أسئلة النواب، ثم يمشي يكمل الأجندة ديالو اللي كانت عنده ذاك النهار. هادشي ما تمش لأنه اعتذر على الجواب على السؤال الآلي. انا شرحت لما درت ذاك المبادره، انا ما كان انتظر حتى واحد يدير مبادره بحالها. انا درت مبادره انطلاقا من القناعات الشخصيه وما عملتهاش كنائب برلماني، عملتها كمواطن متضرر كمغربي بحال كاع المغاربه اللي متضررين نفسيا من هذا الموضوع. اذا وحنا كنا اول المبادرين في الفريق الاشتراكي كما تعرفوا الى طلب مثول عاجل وزير اللجنه ديال القطاعات الاجتماعيه، خصنا نتذكروا معاه خصوصا ان الوزير بعد هادشي فرح. واش الوزير اللي تيقول بانه فتح فرات الشوارع ديال الرباط مع عسك الكازون، واش هذا مسؤول؟ هذا الرجل اعطى احكام، هذا الرجل مشى لدرجه انه اعفى موظفين عنده في الوزاره. احنا اعتبرنا هادشي فيه هروب للامام وفيه محاولة للتهرب من المسؤولية وإلصاقها بناس آخرين. حنا اليوم ما كنقولوش راه هو اللي مسؤول مباشرة، ولكن سياسيا المسؤولية ديالو ثابتة. إذا خصنا نجيو نفتكروا معاه داخل المؤسسات. والمبادرة راه كتعرفوا مبادرة بسيطة، واليوم راه تتشوفوا كيفاش الشعب المغربي كله رافع هذا المطلب. الشباب ماشي غير باش ما نعتبروش بأنه هادشي غير في حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل هذا مطلب اللي صار مطلب عند المغاربه تقريبا كاملين بضروره رحيل الوزير وزين اذا ثبت انه عنده مسؤوليه ثابته. بطبيعه الحال انا كنقول لك تقييمي الشخصي عنده مسؤوليه سياسيه ثابته، وانا مستعد نناقش مع هذا الامر داخل اللجنه، والى جا اللجنه غادي نناقش مع هذا الامر، ولكن هذا مطلب اللي عند المغاربه كاملين لاول مره. كيطلبوا المغاربه كاملين من واحد الوزير باش يحترمهم ويقدم استقالته ويمشي بحاله.